نستكمل معا أيها الإخوة فقرات هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة من علم من أعلام التلاوة في مركز أشمون، الأخ الفاضل فضيلة الشيخ محمد إمام غريب، عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بسنتريس مركز أشمون منوفية. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم تدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله
يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وغفر الذنب وقام للتوم شديد العقاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام تليت على مسامعنا هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والقارئ والمقيم بسنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية فتح الله تبارك وتعالى عليه وأكثر من أمثاله ونفعنا بما استمعنا إليه إخوة الإيمان والإسلام ما زلنا نواصل هذه التلاوة القرآنية المباركة في ليلة تكريم روح المغفور له والد الدكتور حسن الخولي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته